عزيزي هاشم، مساء الخير. عموما في اعتقادي هذه مسألة يعني عادية كما يقال، هي وجدت فيما مضى والآن وتوجد يعني في المستقبل. هذه إشكالية ما يسمى بالعوام والخواص، يعني وهذه تقريبا إشكالية شبه أبدية، قد تنحل في وقت لاحق عندما ترتقي الجميع إلى مصافي العقل التكنولوجي. وهذه أيضا يعني أيضا إشكالية ليس فيها يقين بهذا الصدد. فلذلك الأمور بالنسبة لي عادية. أنا شخصيا لو هم يسكبون على كل وساخات الكون يعني لن أتأثر فيها إطلاقا. يعني هو هذا مستواهم، فهو يتعامل معهم بهذا الطريقة ويتعامل معهم حسب هذا المبدأ، يعني وجادلهم يعني بالتي هي أحسن. ويعني في نهاية المطاف يعني أنا متأكد وعلى يقين أن قسم من عندهم، يعني أنت لو إحنا استطعنا مع مرور الزمن من 100 شخص على سبيل المثال تنتشل 2 أو 3 وذاك الوقت يصير عندهم تغيرات نوعية كبيرة، فهذا يكون يعني هو المطلوب. يعني أنت في نهاية المطاف ما بالإمكان تتعامل مع الناس وكلها ممكن تأتيك مؤيدة 100%، هذه مسألة مستحيلة غير واقعية. على العكس الأغلبية المطلقة تواجهك يعني بمختلف أشكال يعني المواجهة القاسية والشاذة أحيانا. يعني النبي محمد نعرفهم أيضا سموا بالمجنون والمريض والكذاب وإلى آخره. وفي نهاية المطاف كل ما قيل والأشخاص اللي كانت وراء هذه الأمور أصبحت يعني هباء، وبقيت هو شخصيته باعتباره شخصية يعني عميقة لامعة ومؤثرة وروح كونية. هنا هو المقصود، يعني تجارب الأمم كلها مبنية، يعني لو أنت تأخذ يعني تاريخ كل المفكرين والفلاسفة والكبار، هم في حياتهم أيضا تعرضوا إلى يعني صعوبات وضائقة شديدة في مختلف المجالات، وقتل من قتل وأعدم من أعدم وبيع في سوق النخاس من بيع. يعني أفلاطون الشخصية العظيمة هو أيضا كان عبد من العبيد، بيع في سوق النخاس مرات كثيرة. يعني القصد أنه هذه عملية، يعني اللي يدرك تاريخ الفكر والأمم يتعامل معها كما يقال بنوع من يعني انفتاح الصدر. وأنا كتبت يعني عبارة، يعني كل ما يكتبون هؤلاء بغض النظر عن يعني مستواه ونوعيته ينبغي النظر إليهم بعين الوداد. يعني تحبهم أنت في نهاية المطاف، لأن يعني هم في نهاية المطاف هم ضحية بالحقيقة هذا الجهل المعرفي. فواحد يعني إذا يفهم الجذر والسبب الأساسي أنا ذاك ممكن يتعامل معهم دون شك بطريقة أخرى. لذلك يعني دعهم يكتبون كما يشاؤون، وهذا بالعكس يعني ضروري. يعني هذا بالنسبه لي يعني هذا ضروري باي معنى، لان هذه عموما يعني انا ما تاثر بشخصيتي اطلاقا. يعني مثل ما انا مره ذكرت يعني في احدى هذه المقالات، يعني احد الشخصيات الصوفيه عندما ينسالوه فيما اذا كان يؤثر فيه، يعني عندما تقبل الناس يديه يعني يبوسون ايده، قال لهم يعني هل يتاثر الحجر الاسود او تتغير حجريته يعني عندما تقبله الناس الحجر، يعني قصد الكعبه. قال له لا، قال لهم إذا أنا هذا الحجر الأسود شو المشكلة يعني. يعني أيضا ما تغير في يعني القصد هو يعني شخصية المتكاملة الداخلية تجعل من هذه الأمور الثانية كلها يعني أمور ثانوية ليست بذي قيمة، ولكن هو يفهم طبعا مصادرها. هنا أيضا نحن نفهم مصادرها، ومهمة الفكر هي ليست يعني الغناء يعني مع النفس، بالعكس هي المجاهدة مع الآخرين بالطريقة اللي تنقذهم مع مرور الزمن وتنقلهم إلى يعني حالة الصواب وحالة الإبداع وحالة الهموم، الاهتمام بمشاكل الفردية والاجتماعية والأمة. فهذه وهذا هو المقصود منها. ولذلك دعهم يكتبون، لأنه أنت يعني أنا من خلال هذه الكتابات والملاحظات يعني أيضا تكون عندي في الصورة كما يقال واقعية عن هذا النمط أو هذا النمط من التفكير وهذا الناس وهذا المستوى اللي موجود. طبعا دون شك أنا أعرف أنت تتعامل جزء مع شريحة يعني فيما يبدو لي أغلبية من يعني العراقيين يعني من اللي لهم علاقة في الكويت أو الخليج ولا آخره، تعرف يعني أنا محتك في هاي المنطقة كلها، مع أنه هناك يعني كثير من يعني أعداد هائلة جدا في الجزيرة من عمان واليمن والسعودية والبحرين وقطر، يعني يحبوني بشكل شديد ويقيمون كتاباتي بشكل أيضا جيد. ولكن طبعا تعرف هذه يعني كمية قليلة من المثقفين، و يعني المثقفون في كل مكان هم قلة، وهم الوسائط الأساسية وضرورية بالنسبة لنقل المعرفة. فلذلك يعني آراء هذه الناس يعني أنت لا تفكر أنهم كأنما يعني أنا انزعج منها، على الإطلاق ما أثير انزعاجي، بالعكس هذا يعني إذا أثير عندي انزعاج بمعنى أنه يعني أتألم لأجلهم وليس لسبب آخر. يعني الإنسان اللي يعرف قدر نفسه في نهاية المطاف يعني ما يعير اهتمام إلى يعني كل كما يقال من هب ودب وإليه كلمة قيلت. ولكن بالنسبة لي أنا يعني كلي
من هب ودب، وكلمة قيلت تشكل بالنسبة لي معنى بالنسبة لإدراك مستوى وتطور الناس وذهنيتهم الحالية، من أجل أن تلافيها بالقدر الممكن دون الهبوط إلى مستواهم دون شك. على العكس، يعني المفروض تكون دوما بين يعني المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف وبين الناس مسافة يجبرهم على، يعني مثل ما قال أحد المتصوفة، يعني أنت إذا مستعد للمشي أنا أمشي بشيء بأسرع، يعني إذا أنت تمشي لشبر أنا أمشي لذراع، وإذا أنت تمشي لذراع أنا أمشي لمتر، وإذا أنت تمشي لمتر أنا أمشي لثلاثة أمتار، وإذا أنت تسرع في الخطى فأنا أهرول، وإذا أنت تهرول فأنا أسرع، وإذا أنت تسرع فأنا أطير. يعني القصد أنه يعني على الدوام ينبغي أن تكون بين الشخصية الفكرية والناس يعني مسافة، بحيث هو يسحبهم وراهم، ولا يعني مثل القاطرة. القاطرة يعني إذا تفقد طاقتها تؤدي في نهاية المطاف إلى الرجوع للوراء وانكسار وتهشم الجميع. الفكر نفس الشيء، هذه مهمته في نهاية المطاف، أن يسحب الناس وراء بالقدر بدون أن يعني يجهدها أكثر مما تستحق، أو بالأحرى أكثر مما تحتمل. هذه مهمة ليس على الدوام سهلة، ولكن يعني من خلال انطباعات الناس وتصوراتهم أنت ممكن تتوصل إلى صيغة اللي ممكن توصل للفكرة بطريقة بحيث يعني يكون هو قابل اللي فيه. ما طبعا هو شك مع مرور الزمن، هو رأس اللايم لا يفهم بشكل سريع، وفي نفس الوقت أنت تحافظ على الفكر، يعني لأنه الفكرة تحافظ على الفكر باعتبار تعبير عن الحقيقة، والحقيقة في نهاية المطاف يعني الناس ليسوا جميعا قادرين على استيعابها كما هي، ولكن أي واحد يستعبها على قدر ما هو يعني مستعد أو ميسر لها. جيد، أكتفي عند هذا الحد، وبكرة صباحا اليوم أيضا كنت الحقيقة يعني مشغول كثير جدا من الصباح، تفرغ فقط قبل قليل بالارتباط مع يعني هذا الانتقال من الدراسة التدريس المباشر إلى الأونلاين، فيعني أرهقني كثير. فبكرة صباح أحاول أصور هذا القسم الثاني المكمل، وطبعا لا سوف لن أربط يعني نفسي بنمط ما معين واحد، يعني حسب المادة، فإذا المادة تستحق مثل 10 دقائق، 10 20 20، 30 30، يعني بدون تكثيف وبدون تمطيط في نفس الوقت. يعني منطق الرؤية والبحث هو بحد ذاته يوصلك في مطاف النقطة تقول كفى، وممكن تكملها أنت في وقت لاحق. الأسئلة اللي طرح عليك لا أعرف بالضبط من هو هذا الشخص، أسئلة كثيرة جدا ممتازة في الحقيقة، اللي متعلقة ب يعني فكرة الدولة والقومية وكثير من الإشكالات اللي طرحها. أنا يعني سوف أضعها، يعني أحولها عندي إلى الكمبيوتر وأحولها إلى أسئلة، وسوف أجيب عنها في يعني محاضرة يعني خاصة، أو جزء أكثر من مداخلة، لأن هي الأسئلة كثيرة ومتشعبة. جيد، يلا إذن عاش من سماع صوتك، تصبح على خير، مع السلامة.